لا لا ليش حاسرين مسرور؟ افتهمنا وضع الحزب عائلي، بس هذا الرجل مو يمها مو يمها، وبلش يخلق صراعات وأجنحة حتى بس يبسط نفوذه بحيث يمشي ويفتك. شعب إقليم كردستان يشعر بالغدر والظلم الكبير، ليس من الناحية المالية فحسب، إنما من الناحية المعنوية والسياسية. إن إقليم كردستان لم يتسلم مطلقا مستحقاته المالية المطلوبة من الحكومة الاتحادية. لم تساعد الحكومة الاتحادية البيشمرج في الحرب، كما منعت المساعدات العسكرية التي ومنعوا المساعدات التي تقدم للبيشمرجة، وكانوا يمنعون أن يتسلم إقليم كردستان المساعدات. ونالك أخ نجرفان طلع يركض بلا جواري حتى بس يلحق يخيط هذا الفتق اللي شرى ماي بن عمه مسرور البرزاني، وطلع قال: لا شك في أن رئيس الوزراء العراقي لديه النية الحسنة لجميع العراقيين، لكردهم وعربيهم ومسيحيهم وكل الأطياف الأخرى. وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء ركز على الخدمات وكيفية تطوير الاقتصاد في هذا البلد، وهذان أمران أساسيان للعراق، ولديه رؤية واضحة، وهي أنه يريد الانتقال بالعراق إلى مرحلة مختلفة، لأن رؤية رئيس الوزراء تخدم العراق كله وليس الكرد فقط. قول الحمد لله والشكر كعك نيجرفان برزاني تلاحق الموقف وقدر يصلح شفصة ابن عمه مسرور البرزاني، بس اللي هنا خلصت أكيد لا، لأن مسرور رجع طلع من جديد، هو فتك فتك أكبر من الفتك الأولي. رد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني: نحن جزء من تحالف لا تحبه إيران. هنا هم رجع كاخ نجرفان بيده تياب عريض وبالإيد الثانية سيليكون حتى يلزق ورا ابن عمه مسرور. كردستان العلاقة مع جمهورية إيران الإسلامية علاقة مهمة جدا وهي علاقة تاريخية. هنا أنا عاد كاخ نجرفان كان مصور هو سيطر على الموقف ولحم الموضوع وقضى على المشكلة، ما يدري هو من مؤتمر مال التلزيق مسرور راح يشوف أصله شوف أكبر بعد. ما إقليم كردستان يتطور في قطاع النفط والغاز، وربما يكون ذلك ليس من مصلحة إيران. عاد هنا كاخ نجرفان قام يدق على رأسه ويصيح: يجب حصر مسرور بيد الدولة. وهم حط جنته جوا أبطأ وراح لاجتماع تخيط الفتوق الجديد وقال: أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان بارزاني وقوف إيران دائما إلى جانب الإقليم في محنه، مضيفا أن الشركات الإيرانية تعاملت بصبر مع الأزمة المالية في الإقليم. نعمل على تعزيز العلاقات مع إيران بشأن المستقبل، والأوضاع تسير نحو التحسن. من بعد ما خلص هذا الاجتماع كاك نجرفان راح بوجه المسرور بارزاني وقال له: أسكت يا أخي أسكت، الله يخرب بيت أبوك أسكت. بعد كل هذا التفتق والتشفص من مسرور بارزاني، يقابله دبلوماسية وتصليح مواقف وسياسة رجل دولة حقيقي من كاك نجرفان. المنطق يقول إذا تم المقارنة بينهم كاك نجرفان راح يتفوق على كاك مسرور بقاطات، بس اللي صار شنو؟ داك مسرور بارزاني كأفضل شخصية قيادية نظرا للإنجازات والخدمات التي قدمها في كردستان. وبالخدمات ما حد يلحقه، وخصوصا بالتفتك، ويستاهل لقب المفتك العظيم.